وعد على طبه يا فمولاي عبد الله الولي رح نجي ننصره نضنا فرحانين لا لا مشينا مجموعين ويا الوالي حنين وتعالى تشوف الزين المغربي يا جايين صايرين وليدي جاو خيلنا اونا تلالا جاو خيلنا الفرش وجاو خايش عيدان جاونا القواصم ملال حكام الطاير الحر ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا 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 وعد عنا وباه يا فمولاي عبد الله الولي رح نجي ننصرو مرحبا مرحبا بالله خديجة مرحبا بيك يا مولاي يا مولاي عبد الله مغرب يا بني مغرب واللي يزاروك ينوش يا بجنة بنار عدو تسعش راجم عدو تسعش راجم يا تسد البحر لا تنجر في الاصفر ولا تسد القبلة اللي هو مولو عسيا دي رجال تماوى ولا لا 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 وعلى وباه يا با مولاي عبد الله الولي رح نجي نزورك الله مرحبا بيك مرحبا بيك لاله خديجة نهار كبير هذا شرفتينا ونورتينا بجمعتنا زينة الله يكبر بيك والله يخليك لي طول عمر بارك الله الجمهور ديالنا والجوق ديالنا اللي خديتك سيدي ناسيم انا فرحانة مرحبا بيك مرحبا بيك لاله خديجة والى جانب الفنانة والديفا لاله خديجة مرقوم اليوم حاضر معنا وقادم من قبائل زعير الفنان الشعبي إدريس البوعزاوي مرحبا بك تبارك الله عليكم تفضلوا لاله خديجة مرقوم مرحبا بك الله يكبر بيك نهار كبير هذا نورتي البلاطو بالحضور ديالك الله يخليك يا ربي جينا جمعتنا زينة وسيدي ناسيم تاهو زوين وسيدي إدريس عزاوي الله يخليكم والجمهور زوين وتبارك الله عليكم وبين هذه الليله زوينه دوز زوينين ان شاء الله غتكون جمعتنا زينه بيك لاله خديجه وبالفنان إدريس البوعزاوي اللي حاضر معنا اليوم في السهره مرحبا بيك مرحبا با ناسيم نهار كبير هذا وليا الشرف كون حاضر معكم وجيت سعيد بتواجدي في هذه الحلقه اللي فيها الاستاذه الكبيره والعظيمه والفنانه والديفا صغير على هذا المصطلح الديفا نعطيو لها لقب راه جبل الاطلس من جبال الاطلس الشامخه في العيطه هي لاله خديجه بارك الله عليك لاله خديجه من الغناء للتمثيل اليوم غادي نمشي وغادي نستقبلوا فنانه شابه طبعات المسار ديالها بادوار جد محترمه كتسلق سلم النجاح والتألق درجة درجة واليوم حاضرة معنا ومنورانا في جمعتنا زينة استقبلوا معي ورحبوا معي بالفنانة مريم القرع We'll be right back.
فقاتكم على الفنانة مريم، مرحبا بك، نهار كبير هذا. شكرا بزاف، وليا الشرف انني نحضر في هذا البرنامج هذا الزوين. شكرا للدواء الزينه باش نحضر لجماعتنا زينه. عفو. ان شاء الله تكون حلقه زوينه. ان شاء الله اكيد غادي تكون حلقه جميله. قلنا من الغناء للتمثيل، ولكن هذا ما كاينش بانه مريم عندها مواهب في الغناء، وغادي نشوفهم اكيد اليوم ان شاء الله. إن شاء الغناء الله. والتمثيل فهو فن واحد. صحيح، خليوها مفاجأة. أكيد نخليوها مفاجأة. خليوها المفاجأة للجمهور. وأيضا اليوم باش تكتمل هذه اللمة معنا فنانة هي أيضا كتجمع بين الغناء والتمثيل، قدمت مجموعة من الأدوار المسرحية الناجحة، واليوم حاضرة معنا في جماعتنا زينة. استقبلوا معي تحت صفيقاتكم الفنانة ربيعة رفيع. مرحبا بك، مرحبا بك لاله ربيعه. شكرا بزاف، وانا سعيده نكون في هذه الجماعه الزوينه بزاف. غبرتي علينا، ولكن سعداء اننا نشوفك من جديد. غبرت على راسي، فانا سعيده اكثر انني نكون معكم. ان شاء الله نتمنى ان نكون المانع خير. ان شاء الله باذن الله، اكيد في هذه الجماعه الزوينه غيكون كل خير ان شاء الله. ان شاء الله، ان شاء الله. مرحبا بكم. جماعة زينة هذه، ولما زينة هذه بالنجوم اللي حاضرين معنا اليوم، أكيد غادي تكون العيطة، غادي يكون الشعبي، الفن الشعبي، وغادي نشوفوا أيضا الكلاسيكي المغربي، وغنشوفوا المواهب ديال النجمات ديالنا اللي حاضرين معنا اليوم. الله يكبر بيك، شكرا بزاف. خليوها كما قلنا مفاجأة للجمهور، اللي غادي يشوفوا بزاف ديال المفاجآت في هذه الحلقة. وأول مفاجأة اللي غادي نفتتحوا بها سهرتنا هو الصوت ديال الفنانة ديالنا النجمة الكبيرة لالا خديجة مرقوم. اكيد المشاهدين كيتسناو يسمعوا لاله خديجه. شنو غادي تقدم لنا اليوم لاله خديجه مرقوم؟ غنقدم ركوب الخيل. عيطة ركوب الخيل. عيطة ركوب الخيل. خديجه مرقوم، عيطة ركوب الخيل تحت صفيقاتكم، تفضلي لاله خديجه.
بكم يا تبارك الله عليك. تصفيقاتكم على الفنانه والديفه لاله خديجه مرقوم. تبارك الله عليك الفنانه الكبيره لاله خديجه مرقوم. جودكم تبارك الله عليك. نشطتينا وكانت فرحه كبيره و شتي البلاطو كله والنجوم ديالنا والضيوف ديالنا كلهم فرحوا بلاله خديجه وبهذه الوجبه الجميله اللي قدمتي لينا. شحال هذه ما شطحت انا بعدايا.
شحال هادي ما شطحت وصافي بليزير صافي انا ان شاء الله صحه وراحه يكبر بيك بنت الله يكبر بيك الله يحفظك الله يكبر دريس الله يكبر بيك الله يحفظك الله خديجه وين ما كنش ما نسمعوا صوتك وما نوضوش وما يهزناش الحال والهواء ديال اسفي وعبدي والنمط العيطي كله ما يمكنش تبارك الله عليك الله يخليك لينا والله يخليك لهذا الميدان العيطي والنمط العيطي في المغرب الله يخليك لينا لاله خديجه مرقوم تبارك الله عليك كنا سعداء بهذه الوجبه الجميله اكيد يعني ملي كنتكلموا على العيطه وكنتكلموا على النمط الشعبي فالاكيد كان المغاربه كلهم مولوعين بالفن الشعبي كنظن البدايه كانت مع مريم كنشوفوها من البدايه ديال العيطه ديال ركوب الخيل بدا الحال كيجي كنظن اي مغربي في العالم ما يمكنش يسمع الشعبي وما تحركش فيه شي حاجه فانا كنكون بعقلي ومرزنه ولكن كنسمع الشعبي ما كيبقى والو فتبارك الله عليك والله لي شرف كبير انني نكون بقرب سيده اللي عطات الكثير والكثير والكثير في العيطه لا لا اختك بنتي ربي يخليك سعاده يكبر بك شكرا ونبقاو في هذا الجو ونبقاو في هذا الجو الجميل ديال النشاط تبارك الله عليك والله لينا الشرف نكونوا معك يكبر بك محقاد ومثال والله تنحس لي شرف مع الجمهور العزيز ومعكم هذا جميل يعني كنشوفوا كانت لحظه اعتراف كانت لحظه اعتراف بالفنانه الكبيره لاله خديجه مرقوم ونبقاو في هذا الجو الجميل الجو ديال النشاط وديال الفرحه استقبلوا دريس البوعزاوي مرحبا كملوا الليله ونكملوا السهره ونكملوا النشاط ان شاء الله مرحبا دريس البوعزاوي تحت صفيقتكم بس ولا بس ولا بس ولا بس
وين اركبت ركبوا وين احمل اسكبوا هي عيط عيط ما تعيطش من ولا
قالوا عوام بالعوام يا ورا الخيل جاي على دوارهم ويا 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 سالوا مالهم حضروا عنا مالهم هنا الغدا يفرج الله علينا كاملين على قبلك جاية هيا ويا ويا الكفرة واه هاي الحبيبة واه وانا ربي يا سيدي طبي كسرت يا العدو ولا مشيتيها وما راكبينا دريس البوعزاوي مشاهدينا محافظين على انغام العيطه في هذه اللمه الجميله سحدي الكاسك كيتسنانا بعد الفاصل رجعنا لكم مشاهدينا في التحدي المألوف سهرة جماعتنا زينة تحدي الكاسك تحدي الكاسك هو التحدي اللي كنعطيوكم اغاني مغربيه العناوين ديالهم كتكونوا دايرين دي كاسك ما كتسمعوش شنو كيتقال شوفوا واش تعرفوا على الاغاني ديروا لي كاسك من فضلكم كتسمعوني ما كيسمعونيش نبداو من عند ربيعة تشوفوا في هذا الاتجاه لالا خديجة تشوفوا في هذا الاتجاه ونشوفوا أول أغنية في تحدي الكاسك شفت الخاتم وعجبني شفت الخاتم وعجبني شوفي شفت الخاتم وعجبني شوفي وعجبني شفت الخاتم وعجبني شوفي الخاتم عجبني شوفوا شوفوا مع مريم شوفي الخاتم عجبني شوفي الخاتم عجبني واخوكما واخوكما البنات شوفوا مع ديس البوعزاوي واخوكما واخوكما البنات واخوكما واخوكما البنات واخوكما واخوكما البنات حيدوا لي كاسك ديالكم حيدوا لي كاسك ديالكم هي كانت الاغنيه شفت الخاتم وعجبني تطورات ولكن هي قالت داكشي اللي كتسمع في الكاسك ماشي داكشي اللي سمعت من عند لاله خديجه اخوكم البنات هي يمكن كتسمعي فيها لا والله ما هي ها هي اللي بانت لا والله ما هي ها هي اللي بانت انا اللي وصلني قلتو بانوا لي الملامح ديال فمها كيقولوا اخوكم البنات اخوكم واخوكم البنات قلت لك شفت الخاتم وعجبتني تمنيتي يكون بين يدي نغنيوها سمعوا مقطع منها شفت الخاتم وعجبني من الاغاني الجميله ديال الفنانه نعيمه سميح شوف واش خدي من اول نظرة سلبي بغيت نشوف واش خدي ولما بيصوتني ولما بيصوتني ولما بيصوتني الله أغنية جميلة
شوفوا اغنية اخرى في تحدي الكاسك، والان غادي نبداو من عند دريس بوعزاوي، ديروا لي كاسك ديالكم ونشوفوا اغنية الثانية في تحدي الكاسك. شوفوا في هذا الاتجاه سندية. سندية سا سندية إلا قيس. أوكي اسألني يا اسألني يا غزالي اطير سير الله. شد غزالي اطير غزالي طير الغزال علق. غزال غزالي الغزالة غزالي يطير غزالي يطير الغزالة رايقة رايقة. غزالي 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 يطير الغزال طالع. حيدوا لي كاسك ديالكم حيدوا لي كاسك ديالكم لي كاسك لالا خديجة. والسؤال واش كاين شي غزال تيطير؟ لا طالع طالع. لالا خديجة كاين شي غزال تيطير؟ سمعت غزالي قولي. انا سمعت غزالي يطير. انا سمعت اسال شي حاجه طالع. اسال ليا اسال ليا مثلا كلشي عليا كلشي عليا مهمه شدات ليا. اسال ليا غزالي يطير ليا يطير ليا يطير ليا داك يطير ليا. شنو كانت الأغنية؟ ومرقوم عزيزة عليا الله يكبر بيك وليدي. شنو كانت الأغنية؟ سندية 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 من الأغاني ديال تاكناويت. سندية هي تحورت في الطريق ولات غزالي يطير غزالي بزاف ديال الحوايج. سندية تطورت تطورت عبر تطورت عبر عبر الزمن. كانت هذه أغنية سندية. نشوفوا أغنية أخرى ونشوفوا واش غتعرفوا عليها. هذه ما تعرفتوش عليها للأسف سندية. نشوفوا أغنية أخرى سندية. السندية كتفكرني في هندية درتي لها قبيلات بحال هكذا. المشاهدين ربما ما كيعرفوش بأن ربيعة كتغني بالهندية. فنشوفوا نشوفوا ربيعة في الهندية. شو تقدمي لنا ربيعة؟ طوم باسو آهي. سمعوا ما عرفناهاش ولكن سمعوا الهندية سمعوا بصوت ربيعة تفضلي. तुम पास आहे यूं मुस्कुराहे तुमने न जाने का सपने देखा है तुम पास आहे यूं मुस्कुराहे तुमने न जाने का सपने देखा है अब तो मेरा दिल जाके नहीं सोता है कुछ कुछ होता है कुछ कुछ होता है बाबू कैसे को मिला रबिया इंडिया चला होता है تبارك الله عليك ربيعه. ونبقاو دائما في تحدي الكاسك ونشوفوا اغنيه اخرى. والان غادي نمشيو من عند ربيعه ديروا لي كاسك ديالكم ونشوفوا اغنيه اللي كيحمل تحدي الكاسك. كتسمعوني كتسمعوني؟ شوفوا في هذا الاتجاه بارد وسخون. بارد وسخون بارد وسخون. برافو عيش ونتصرف. بعيدة. مرحبا صحاب الخاطر. بارد وسخون بارد وسخون الماء بارد وسخون بارد بارد وسخون بارد وسخون بارد وسخون كنلعبو هنا. برد برد وسخون بارد وسخون
بارد وسخون. بارد وسخون. حيدوا لي كاسك ديالكم. تبارك الله عليكم، تعرفتوا عليها بارد وسخون. ما كانش فيها مشكل. بارد وسخون راه كلشي معروف داك. بارد وسخون، تبارك الله عليكم، هذه تعرفتوا عليها. وغادي نمشيو لاخر اغنيه عندنا في تحدي الكاسك، ونبداو من عند دريس بوعزاوي. ديروا لي كاسك ديالكم ونشوفوا واش غتعرفوا عليها. هذه بعدا بارد وسخون تعرفتوا عليها. ديروا لي كاسك ديالكم. جناب سطات. كيف نقولها؟ جناب. جناب. جراب. جناب. جناب. جذاب. جنا نا نا. جلاب. جنا نا نون نون. جن. جناب. جراب. جناب. جناب. جناب الزرة. ستات. ستات. وستات. وما كنسمعوكش. ستات. ستات. جناب ستات. مالما الله يرضي عليك، لحنتها عاد عرفتيها. وعرفتي. جناب. ستات. كمان جان. انا ما سمعتكش ولكن انا نعاود. كمان جان. جناب. جناب. سطات. سيري ليه. سطات. جناب. سطات. 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 جناب. جناب. سطات. سطات. جناب. سطات. شوفوا ربيع الان. سطات. 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 سطلت. هذه واعرة. هيدوا لي كاسك ديالكم ونخليوها هكذا. هيدوا لي كاسك ديالكم. هيدوا لي كاسك ديالكم. شنو سمعتي يا ربيعة؟ زلت. زلت. الله يستر. لالا خديجة شو سمعتي؟ شو سمعتي في الميكرو؟ ما سمعتي والو، المهم قلتي سطات. جناب سطات. لا يا سطات كاينة. سطات كاينة. سطات ولا سطات؟ جناب. سطات سطات شي حاجة بحال هكا. جناب. سطات سطات يا سطات. كري كيقولوا سطات. أنت كتقولي سطات. سطات. أنا نقول سطات. سطات. ولكن ولات سطات. كنت غنقول كنت غنقول جيب. زلط. المهم حيت كلشي كيدير لي بهكذا سطات. دابا عرفتي عرفتي علاش هي مشات للزطاط؟ حيت من واحد من الاعمال اللي خدمات فيهم مريم. اييه مسلسل الزطاط. مسلسل الزطاط مع الخياري ومنصور بدري ومجموعه من تحيه ليهم. فواخا كتقول لها جناب الزطاط كانت للزطاط. مشيت مع سطات. ولكن صبحاتها لالا خديجة عرفتها سطات مني قال لها الكمانجة عرفتها سطات. جناب سطات مشاهدينا كانت آخر أغنية عندنا في تحدي الكاسك، وهي اللي غادي تكون ديو الحلقة اللي غادي يجمع بين دريس البوعزاوي وخديجة مرقوب. جناب سطات تحت تفيقاتكم. I'm
مازال غليمي اللي دي خضر تفوف واللي صار يولف على سطات سطات يا وليدي سيد بنات الغليمي في الوسط وانا هانيا كل وحسابو وكل وحسابو على كويتي الخطوات كتابو وخيتي وريني بمضركم سكون حداكم وخيتي وريني الحكم عليك هي تسنينيك مو هي مو الحباب تلمو والحباب تلمو عليك خديجة العديان تلمو وخيتي وريني بمضركم سكون حداكم وسيادي المعارف ولاد من علي فيكم الشريف السيادي توهما دار الضمانة لعنا شبيا وعلى ضرب سيني جاني بعيد كنت شي ديني وعلى بنات بياضة بنات اشبر كزع اللوزر وركبي في الطوبيس يا خفيف ودري بحدو المعاريف وعلى صوتك زولة شافي الحدورة الكويدة معزولة والجمعة تسعينية يا قبل تسفي شراجم شبيا
عمر سيدي. بارك الله عليكم. خديجة مرقوم ودريس البوعزاوي تبارك الله عليكم. تبارك الله عليكم، عيطة جميلة جناب سطات دريس البوعزاوي وخديجة مرقوم. تعليقكم على الديو؟ هو الديو سبحان الله راه ما درنا تمرين ما درنا والو. صحيح. عندنا هذا البرنامج. أنا أشهد بهذا. أنا أشهد بهذا. أنت كتشهد دابا صافي. ونحن كذلك. ونحن كذلك. هذا البرنامج يستحق أكثر ويستحق أكثر لأن برنامج جميل وأنا كنت سعيد جدا ملي كنجي لي وكتوجه لي الدعوة لأن كنحس أنني أنا بين أحبابي وبين أهلي وصحابي. الحمد لله. وأباغ سا الديو نجح لأن لالا خديجة لأن تبارك الله هذا يتسجل لي في التاريخ ديالي. لالا خديجة درت معايا ديو في جماعة نازينة. الله يكبر. إكسكلوزيفمون راه ماشي سهلة. الله يكبر بك يا ربي أنا كذا مثال والله. الله يطول لي عمرك وشرف لي بزاف. الله يكبر بك. ما درت لا التمرين لا والو. الحمد لله صدق كل شيء زوين. الحمد لله. الإنسان اللي هو ميسر ديما تتكون الحاجة تتكون اللي فنان فنان. الحمد لله. بعد الحال اللي فنان فنانية. تبارك الله عليكم تصفيقاتكم مرة أخرى على النجوم ديالنا وعلى الأنغام ديال هاد الديو الجميل. مشاهدينا كنضرب لكم موعد بعد هاد الفاصل ما تمشيو فيه. رجعنا لكم أوفياء الأولى في سهرة جماعة نازينة مع الضيوف والنجوم اللي حاضرين معنا. الفنانة خديجة مرقوم. لا شكرا شكراً. هي لك. والفنانة ربيعة رفيع. فنان دريس البوعزاوي. والفنانة مريم القراع. تبارك الله عليكم. والآن مشاهدينا غنمروا للتحدي الثاني، تحدي دندنة. تحدي دندنة فيه كنقدموا مجموعة من المقاطع والمعزوفات الغنائية اللي كتقدم لنا الفرقة الموسيقية ونشوفوا النجوم ديالنا واش غادي يتعرفوا على الأغاني اللي غادي تقدمهم اليوم الفرقة الموسيقية. نبداو بأول معزوفة موسيقية، نبداو بسيدريس ونشوفوا واش غادي يتعرف على هذا المقطع الغنائي. موسيقى مايسترو. مرحبا. المرحوم اسماعيل احمد سولت عليه بالعود والنعيم. سولت عليك العود والنعيم الغامور، سولت عليك الورد والزهر ونسامو، سولت عليك العود والناي ونغامو، سولت عليك الورد والزهر ونسامو، سولت عليك الياسمين، سولت عيون السهري، سولت عليك الياسمين، سولت عيون السهري، سولت عليك كل عشق والهام، صحاب الغوان، سولت عليك كل عشق والهام، سولت عليك صحاب الغوان، لا العود عطاني اخبار ولا يكشف لي اسرار، لا العود عطاني اخبار ولا شف لي اسرار، سولت عليك العود، سولت عليك الناي. الله تبارك الله عليك. شكرا. سولت عليك العود والناي. من روائع اسماعيل احمد. تبارك الله عليك دريس البوعزاوي. شوفوا مقطع اخر ومعزوفه موسيقيه. تحيه الفرقه الموسيقيه. تحيه الفرقه الموسيقيه اكيد برئاسه المايسترو اساسيده والعمالقه. تبارك الله عليكم. والدور عليك الآن لالا خديجة. موسيقى مايسترو. الله يكبر بيك. والعار الحبابة العار الحبابة العار ويسي الشباب العار الحبابة العار يضب قلبي الضبابة
العرى الحباب من مشى الحبيب قولوا لي فين غاب العرى الحباب من مشى الحبيب قولوا لي فين غاب العرى الحباب ودي ما بين عياني عرف صورته وخياله دي ما بين عياني يا سيدي ودي ما بين عياني فكر لي انساني وشفت في عدياني وشفت في عدياني كتر لي انساني شفت في عدياني شفت في عدياني العرب حبابة العرب حبابة صدقوا لي بطلابة العرب حبابة العرى الحبابة ربي مشى الحبيب قولوا لي فين غابة العرى الحبابة ربي مشى الحبيب قولوا لي فين غابة العرى الحبابة الله شكرا العرى الحباب أغاني الجميلة اللي بغات تبقى راسخة في الذاكرة صراحة ممكن لاله خديجه تكلم لينا على هذه الاغنيه ديال العرى الحباب وقتاش كتعقلي لاله خديجه على هذه الاغنيه تغنات تغنات غناتها فاطمه الحوسي الله يرحمها ويرحم والدينا ووالديكم يرحمها غناتها في 82 82 هي وخرجه الدريديه في يديه مالكم مالكم كان البوم كيحمل هاد الاغاني كاملين اييه وكتعقلي لاله خديجه كنتي معاها ديجا في يعني كنتي معاها في المجموعه في ديك لا هذاك الوقت كنتي انفصلتي ديك الساعه مع حبيبتي على لاله الحمونيه الله يرحمهم والله يوسع عليهم اللهم امين واغاني خلاو لينا صراحه اغاني جميله هما الخالدات ديالنا هما الخالدات ديالنا ديال الطرب الشعبي اذا المصر عندهم الخالدات حنا عندنا الخالدات ديالنا من العيطه ومن السيد عبد الخياط والسيد الدكالي والمرحوم الحياني ولاله نعيمه سميح وبزاف الفنانين القائمه طويله القائمه طويله اكيد ودائما حنا كنبشوا في هذه الاغاني نشوفوا معزوفه اخرى والدور الان على مريم شوفوا المايسترو شنو مخبي لينا موسيقى مايسترو اكيد الاغنيه جوني مال ديال الفنانه الكبيره اسماء منور تحيه ليها جوني مال يا نكرهته من الليل وطلعنا كرهت ملكي وطلبها بعذابي في الغيبة جوني ما يا نكرهت ملكي تبارك الله عليك صراحة مريم مفاجأة في السهرة فنانة تبارك الله متمكنة وتحية للفنانة أكيد تحية للفنانة الكبيرة أسماء منور اللي من الفنانات اللي مشجعيني صراحة في الغناء تحية ليها تبارك الله عليك تبارك الله عليك الله يكبر بك شكرا أش دار لك السي إدريس يا سلام عليها تبارك الله عليك هذو البلايص لا حاشا ولله باش هنا بلايص انا مقطع بلاصه مقطع بلاصتي امو الكار امو الكار انا باقا ما لحقش عليا القار باقا ما وصلش تبارك الله عليك كنتمناو ليه كل التوفيق وغادي نمشيو ايضا فنانه ربيعه رفيع ونشوفوا صوتها ايضا ونشوفوا الدندنه اللي محضر ليها المايسترو موسيقى مايسترو Thank you.
الله عليك. الله 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 عليك يا ربيع. هو ده عيني عيني يا معلم. عيني على عشقين ديلو خيارة مالي مظلومي. هو ده الصبر مشاهدين. الصبر مشاهدين. عيني يا عيني يا عيني. الله عليك الله عليك الله عليك. تبارك الله عليك. ما شاء الله ما شاء الله عليك. سكتنتي تبارك الله. وصلى على النبي عليك خمسة والخمام سالك. نغمتينا. تبارك الله عليك. شكرا لكم بزاف والله. اللي ما كيعرفوش ربما الجمهور وهو ان ربيعة من عشاق الخالدات، يعني وكما كنقولوا عايشة يعني في عايشة في الزمن الجميل. كيفاش هذا الارتباط بال كما كنقولوا بكل ما هو خالد، كل ما هو يعني ضارب في القدم؟ من صغري هكا كنبغي يعني كبرت مع الافلام اللي فيها غناء وتمثيل ديال الروائع المصريه. بقى لحد الان يعني بقى هذا الارتباط كاين؟ بقى ارتباط لدرجه انني مشيت قريت في 2018 و2019 قريت في دار الاوبرا، تخرجت من مركز الابداع اللي كنا كنديروا فيه استعراضات بهذه الاغاني وتمثيل وسينما وغناء. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. كنتمنوا لك مسيره موفقه. الله يحفظك. وحنا كنتكلموا على التكوين المسرحي ايضا، الفنانه مريم درت واحد التكوين يعني في خارج ارض الوطن، يعني في تركيا قريتي الموسيقى، ويعني حسيتي بالضروره ديال التكوين الاكاديمي. الا ممكن تكلمي لنا في عجاله على يعني التجربه ديالك في الديار التركيه. الوغ تركيا صراحه من البلايص اللي كنعشقها بزاف، كتجيني بحال المغرب، الثقافه ديالهم بحال الثقافه المغربيه، فكنحب الموسيقى ديالهم والفن ديالهم بصفه عامه، فقررت انني نمشي ندير تجربه ونشوف نكتشف الثقافه الموسيقيه ديالهم، فكان صراحه تجربه اللي جد رائعه. يعني مفيده يعني انك كتطلي على ثقافه اخرى. اكيد. ولكن ملي كنتكلموا على تركيا يعني كنتكلموا على تكوين، يعني كان عندك تكوين فني في تركيا. اكيد قريت في الكونسيرفاتوار تما في اسطنبول، فكنت صراحه غادا غير نجرب يعني اكسبيريونس ليا، ما كانش غادي نكمل، لكن فاش مشيت ما بغيتش نرجع ما بقيت مده طويله. يعني والتكوين، ولكن كان عندك بدايه قبل التكوين في المغرب؟ اكيد انا منذ نعومه اظافري كيف كنقولوا كنت كنعشق المسرح والمعهد الموسيقي، فكان ملي كنت طفله وانا في هاد الحاجات، فمن بعد كيجي كتطور من راسك، يعني دخلت المسرح درت تكوين مسرحي في الرباط، من بعد دخلت قريت الاخراج، خديت الدبلوم ديالي في الاخراج، فكنشوف ان خاصني نتعلم اي حاجه، الفن فهو شامل بزاف ديال الحاجات، فانا ما كيعجبنيش نبقى مبرزطه، كيعجبني ندخل في شي حاجه ونكون فاهمها. ملي فاهمها وتكوني دارسه. اكيد الانسان كيتعلم حتى لاخر النفس ديالو في العمر. صحيح صحيح. تبارك الله عليك. وهذه رساله، هذه رساله لكل اللي كيحب الفن وكيحب انه يدخل لغمار الفن، انه يقرنوا بالتكوين وبالدراسه لانها مهمه في حياته. يعني واخا تكون الموهبه يعني انسان موهوب، ولكن من بعد ضروري خاصو يبحث وضروري خاصو اكيد اكيد، حيت بعض المرات كتكون الموهبه ولكن الانسان ما كيكتشف انه فيه، ملي كيدخل للتكوين او لهاد الاشياء كيكتشف في راسو في شي حوايج ما كانش عارفهم انه يقدر انه يخرجهم، فهاد الشيء لازم زوين تكوين. لا هو الموهبه كتكون ديال الله، كتكون فطريه يعني كتخلق معك، غير القرايه اللي كتكون شويه كتعاون ديك الموهبه. راه كاين الناس قارين ما عندهمش الموهبه، كتسقل الموهبه كي كنقولوا، كاين الناس عندهم موهبه احسن من القرايه. اكيد يعني الدراسه كتبقى مهمه يعني لانك التكوين في المجال يعني كيبقى مهم. بحال مثلا اسمح لي قاطعتك، بحال المسرح كيجيني انا في التمثيل، المسرح فهو مدرسه للممثل، المسرح كيجيني فريمون كتدخل المدرسه كتقرا صحيح انك تكون راسك كممثل.
صحيح وجميل جميل يعني هذا الحوار عن التكوين الأكاديمي والمهني. والآن مفاجأة من مفاجآت سهرة جماعتنا زينة، لأننا من مصر ومن تركيا غادي نمشيو لبن حمد ومزاب ولاد حريز، وغادي نستقبلوا مجموعة صراحة من المجموعات الكبيرة اللي كتقدم تراث البهالة. وكما كنقولوا الفقرة، استقبلوا معايا ورحبوا معايا تحت صفيقاتكم العيدي والعماري مجموعة ولاد بن قربال. ودي 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 مزين مزين موليها ورمزي العلوة ودي 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 مزين مزين موليها وياك مزين الحباب ودي ودي اللي كانوا فيها والعزري جاري كبير واللي جاي جاي الخير همي
ولاد من قربان الهيدي والعمري، تبارك الله عليكم، تصفيقاتكم على الهيدي والعمري ولاد من قربان. تبارك الله عليك، نهار كبير هذا. الله يكبر بك خويا نسيم. اليوم سمعنا العلوة. نعم. العلوة الحقيقية، العلوة الأصيلية. احنا سعداء أننا تنسمتعوا بهذا التراث الأصيل. نعم. وللإشارة هذه رسالة من عند السي العيدي والسي العماري ولاد من قربال. نعم. عي العلوة ما عندها حتى شي علاقة بالاستعمار، هي أغنية كتغنى الشرفة وبالفقرة. نعم. ديال المنطقة ديال مزاب وديال ولاد حريز، وتحية لهم. نعم. تحية لهم وتحية لكم. شكرا. تبارك الله عليكم. الله يبارك فيك خويا نسيم. شكرا، كنشكروك وكنشكروا هذا البرنامج ديال جماعتنا زينه، ناجح وناجح وديما غيبقى ناجح ان شاء الله. وكنشكروا الفنانه اللي حاضرين معنا، الفنانه خديجه مرقوم والاخ دريس العزاوي والاخوات، اسمحوا لي لما ذكرت السميات. وكنشكر مريم ولاله ربيعه، تحيه لهم. وكنشكر الطاقم التقني، وكنشكر هذا الجمهور الرائع الزوين. بارك الله عليك. شكرا لك خويا نسيم، انت اللي الصراحه اللي كتقلب بالمعقول زعما كتبحث وبحثتي وفعلا، والله كنتمنى لك النجاح والتوفيق ان شاء الله في العمل ديالك. شكرا لك، شكرا لك. صفقاتكم على ولاد بن قربان العيدي والعمري. مشاهدينا غادي نتوقفوا للحظات وراجع لكم مع الديفا خديجه مرقوم. Set.
خديجة مرقوم تحت صفيقتكم. تبارك الله عليك لالا خديجة مرقوم. صفيقتكم على الفنانة خديجة مرقوم. صفيقتكم على لالا خديجة. تفضلي لالا خديجة. صفيقتكم على لالا خديجة مرقوم. إلى جه إلى جه سيدنا محمد الله مع الجهر علي. تبارك الله عليك لالا خديجة. تبارك الله عليك عيطت الشاليني وكشكول شامي. بربيك يا رب. بارك الله عليك لالا خديجة دائما مبدعة. اش دار لك سيدي إدريس؟ كشكول شعبي وكيتفرج مول كشكول. هذا هو الواقع. هذا هو الواقع. تبارك الله عليك. شوف لا هادشي ما هادشي لا يحتاج رأي ولا مناقشة في لالا خديجة لأنها تبارك الله. حنا ما كاينينش وقيل في الوجود كاع في علم الغيب والأستاذة راه تبارك الله وصل عن بيرة صايلة وجايلة تبارك الله. ما شاء الله جميع يا رب. شكرا شكرا الأستاذة ديالنا بارك الله عليك. الله يبارك فيك. وتجمعنا الله يجمع ريك يا ربي وهاد الحباب كاملين. العفو العفو إدريس لك بربي. العفو العفو لالا خديجة. ولكن ما نبغيش نفوت الفرصة. حنا في الكواليس سمعت واحد ديو جميل من قادم من سوس بين إدريس بوعزاوي و مريم. كان واحد الديو جميل فما يمكنش ما نشاركوهش مع المشاهدين. اش دار لكم؟ مرحبا. اش دار الجمهور ديالنا؟ اكيد مرحبا. سمعوا ضيف الله. كنظن ضيف الله. اكيد ضيف الله ديال المغني الكبير اودادن. تحيه ليه. تحيه ليه. الموال في الاول ديال هذاك الموال اللي درتي باش ما نغشوهمش. دار لك السي ادريس. لا غنسجل معاه شي حاجه تشلح ان شاء الله سوسي. ان شاء الله حنا غادي نحيي الناس اكادير وسوس وسواسات المغرب والمغاربه جميعا. تحيه لكل الناس سوس. سالم ميرت النون اركونتي ريغ بهره بهره وهذا كان اهداء لجميع الامازيغيين سواء في داخل الوطن وخارج الوطن. وتحيه للمغاربه كامله. اكيد تحيه لكل المغاربه وتحيه لكل الناس سوس. وعلى هذه الانغام الجميله مشاهدينا غنمروا الان لاخر فقره في البرنامج اغاني في البال. أغاني في البال آخر فقرة عندنا في برنامج جماعتنا زينة. أكيد الفقرة اللي كتسناوها الضيوف ديالنا كما كيتسناوها المشاهدين ديالنا. غادي نشوفوا كل رقم شنو الكلمة اللي كيحمل أو الأغنية اللي كيحمل ونبداو لالا خديجة ونشوفوا الرقم اللي غادي تختار. اختار ستة. ستة رقم ستة. شوفوا الكلمة اللي كيحمل هذا الرقم. فين تلقايني؟ معروفة؟ معروفة. تبغيتيني؟ فين تلقيني؟ أنا فين تلقيني؟ موسيقى مايسترو. أنا فين تلقيني؟
فين تلقايني عاد فين تلقايني ويلا بغيتيني عاد فين تلقايني وعارفه فين تلقايني انا فين تلقايني انا فين تلقايني إلا بغيتيني عارفة فين تلقايني وعارفة فين تلقايني. بارك الله عليك لالا خديجة. الله يكبر فيك. ونمشيو الآن عند دريس بوعزاوي ونشوفوا الرقم اللي غادي يختار لنا. غنختاروا إن شاء الله رقم جوج. رقم جوج. مرحبا. عظيمة. عظيمة. لا إله إلا الله كلمة عظيمة. كلمة عظيمة للراحل الفنان الكبير محمد بوزوبان الله يرحمه. موسيقى بوزوبان. مايسترو. ولا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة عظيمة. لا إله إلا الله إله إلا الله كلمة عظيمة. بسم الله بها بديت بها يبدأ البادي على نبينا صليت قولي محمد. لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة عظيمة. امتزى وننسل على دار سيادي قالوا لي في وزان مولاي التهامي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة عظيمة. انت زوان انسل على دار سيادي قالوا لي في وزان ومولاي التهامي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة عظيمة. الله من الأغاني الجميلة اللي غتبقى راسخة في الذاكرة. ونمشيو الآن عند ربيعة ونشوفوا الرقم اللي غادي تختار لنا. مرحبا. ألوغ ستة مشات جوج مشات خوا. رقم ثلاثة. حر. حر يا سيدي انا حر. يا سيدي انا حر باينه. تبارك الله عليك تبارك الله عليك ربيعة. موسيقى مايسترو. يا سيدي انا حر انا حر انا حر لله فهمني انا شفت وعجبني. أنا حر أنا حر بغيت ذوق الحب خلينا رد وابني. يا سيدي أنا حر أنا حر أنا حر لله فهمني شفت وعجبني. يا سيدي أنا حر أنا حر أنا حر بغيت ذوق الحب خلينا رد. يا الدنيا يغلبك تغلبي هات الساعة الجو. يا سيدي أنا حر أنا حر أنا حر لله فهمني أنا شفت وعجبني. الله ربيع. الله أغاني الزمن الجميل. وبقوا دائما في هذا الجو الجميل. دور الآن إلى مريم ونشوفوا الرقم اللي غادي يختار لينا. رقم خمسة لأنه عزيز على قلبي عندي معاه ذكريات. وخمسة وخميسة عليكم. الله يطول لي عمرك. رقم خمسة. عار
عريان عارينا حوا. موسيقى مايسترو عاريا العار. عاريا العار من الأغاني الجميلة المستوحاة من تراث العيطة. تبارك الله عليكم. كان هذا هو تحدي أغاني في البال. من خلال فقرة أغاني في البال كنعرفوا بأننا شارفنا على نهاية السهرة. أكيد يعني أن هذه السهرة غادي تكون بداية ديال مسيرة جديدة للربيع رفيع بعد غياب كنظن ديال 4 سنوات. كلمة وانت تطلين على مسيرة فنية جديدة. أنا سعيدة جدا تواجدي معكم في هذا البرنامج الجميل، وأن الجمهور يرجع يشوفني من بعد هذا الغياب الطويل اللي كان فيه دراسة وفيه كان غياب بسبب كذلك الوفاة الوالدة ديالي الله يرحمها. الله يرحمها. الله أمين يا رب. أمين. فسعيدة أنني معكم وما سخيتش بيكم بعد الجمهور الجميل، وكنشكر الطاقم كله ديال البرنامج. عفوا حنا بدورنا كنشكروك لاله ربيعه على الحضور ديالك، شرفتينا ونورتينا وكنتمنوا لك مسيره موفقه ان شاء الله. شرف ليا والله. يطول لي عمرك. الله يحفظك. لاله خديجه الديفا والشيخه التي عصرت اجيال. لاله خديجه كلمه حول العيطه وهاد اللمه والحضور ديال العيطه في الساحه الفنيه. تنشكر الجمهور وتنشكر الطاقم التقني، نشكر للمريوم، نشكر ل ربيعة وسيدريس وسيدي نسيم، وتنشكر الحباب كاملين. العيطة عمرها ما عمرها تموت وما عمرها تقدم. العيطة من 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 جيل لجيل، وتنطلبوا من الله العيطة تكون مستمرة مع الشباب اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله. وساعة سعيدة ولا لي خطيكم يا رب. الله يطول عمرك لاله خديجة، وحنا سعداء وشرف كبير لنا انك اليوم حاضرة معنا ومشرفانا في جماعة نزينة. كنتمنوا لك طولة العمر ان شاء الله. الله يخليك. ومزيد من العطاء ان شاء الله. يا ربي يا ربي الله يكبر بك ولدي لي خطيك. الله يطول عمرك. دارنا هذه الحمد لله. عفو. وساعة نزينة ولامتنا زينة وكل شيء زين، وحنا ديما نبقاو زينين ان شاء الله. الحمد لله. التقنيين ولا الحباب ولا كل شيء. الحمد لله. ودائما تبقى جماعة نزينة ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. لاله مريم. اسيدي. كلمة حول هاد اللمة وهاد الأجواء اللي عشنا اليوم في سهرة جماعة نزينة. أول حاجة كنبغي نقول شكرا مرة تانية على الدعوة. لك لي الشرف أنني نكون بجنب هاد الفنانين الرواد اللي عطاو الكثير والكثير في الأغنية الشعبية وخصوصا العيطة، فكلي الشرف. وشنو بغيت نقول، اسم البرنامج اسم على مسمى، فعلا كانت جماعة نزينة وحواراتنا كانت زينة والأجواء كانت زينة حتى هي. الحمد لله. فأهم حاجة حسيت أنني بحال كاينين في بيوتنا، يعني كنا عفويين بكلامنا وتصرفاتنا، وهذا جميل لأن احنا من خلال هذا البرنامج كندخلوا البيوت المغاربة في ديورهم، فكنتمنى من الله نكونوا خفاف على قلبهم وما سخيتش بكم، ونتمنى إن شاء الله تكون يلاقينا الله في أوقات جميلة في حالاتي. إن شاء شكرا. الله إن شاء الله. العفو. كل شكر لك لاله مريم على الحضور ديالك وعلى قبول الدعوة. الله يكبر بك. تشرفنا بمعرفتك والحمد لله كانت أجواء زينة وجماعة زينة. يا كاسيدي إدريس. الحمد لله. دائما الحمد لله جماعتنا زينة وغتبقى زينة إن شاء الله، وغتجمع كاع الحباب الزينين اللي غادي يتلاقوا فيها ويديروا واحد اللمة زينة. أنا جد ممتن جدا للبرنامج في طاقم الإعداد وفي الإنتاج وجولية الدعوة باش نحضر معكم، وجد كذلك ممتن للبرنامج لأن اليوم جلستوني مع واحد الأستاذة كبيرة لاله خديجة، وكذلك مع هاد الفنانات الأنيقات والجميلات، وكنطلب من الجمهور الكريم أنه يسمح منه في هاد الحلقة، راني كنت شوية عيان، ولكن لأن هاد البرنامج كجميلة بدا كان خصني نحضر وخصني نكون معكم. شكرا للجمهور لداخل البلاطو، شكرا لكم،
شكرا للجمهور اللي غيشوفونا ان شاء الله في ديورهم، والجمهور اللي غيشوفونا خارج المغرب، ولكم مني اجمل تحيه. مريد ادريس بوعزاوي، تبارك الله عليكم. العفو العفو، كل الشكر ليك ادريس بوعزاوي على قبول الدعوه، شرفتينا وسعداء اننا كنتي معنا اليوم في جمعتنا. ذلك شرف ليا وقيمه مضافه ليا في المسيره الفنيه ديالي، وكذلك كنطلب الاعتذار من الاخرى للجمهور. راكم شفتوني كي جيت اليوم عيان شويه، لان هذا البرنامج عنده واحد المرتبه خاصه عندي، كان خصني نكون حاضر. مرحبا بك، مرحبا بك، وفي الشفاء العاجل ان شاء الله. انتم مشاهدينا، مشاهدي واوفياء القناه الاولى، كنضرب لكم موعد في نفس القناه ونفس التوقيت الاسبوع المقبل مع سهره جماعتنا زينه. مسك الختام مع الفنان ادريس بوعزاوي تحت صفيقتكم. ميرسي، شكرا. علاش هجرتيني، علاش هجرتيني بلا سبب عيب عليك. وحبيبي ما هو ليكم فرقوا عليكم.
فات ومن تما الكار هادي يا فريدة هادي لاكار قلبي لي جويبات ومن تما الكار هادي يا فريدة هادي لاكار قلبي لي جويبات ومن تما الكار والأمير مولاي الحسن والأمير جو الأسرة العلاوية والكلمة الزانية والمملكة مغربية القديمة مغربية يا الصحراء مغربية تبقى